تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الأمن الحضري الثالث برج كيفان بأمن المقاطعة الإدارية الدار البيضاء من الإطاحة بشبكة إجرامية مختصة في سرقة المحلات التجارية أثناء الفترات الليلية. العملية جاءت على إثر عدة شكاوي مقدمة من طرف أصحاب المحلات التجارية مفادها تعرض محلاتهم للسرقة بالكسر والتسلق أثناء الليل. بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليمياً أفضت نتائج التحريات إلى توقيف 4 أشخاص من بينهم امرأة تتراوح أعمارهم ما بين 16 سنة و 40 سنة مسبوقين قضائياً. كما تم ضلوع هذه الشبكة في 17 قضية مشابهة على مستوى كامل إقليم اختصاص أمن المقاطعة إدارة الدار البيضاء مع ضبط وحجز الأغراض المستعملة في السرقة المتمثلة في رافع عجلات السيارات يستعمل لكسر الأبواب الخارجية للمحلات التجارية، قفازات وقبعة صوفية تستعمل لإخفاء الهوية والتنكر، أسلحة بيضاء محظورة تستعمل للتهديد، مع استرجاع بعض المسروقات المستعملة المتمثلة في بطاريات من مختلف الأحجام والسماعات الأذن.